مشكلة فيما يتعلق بفهم الإعلام لمبدعينا ولشبابنا والمخترعين اللي عندنا. ودي من القضايا يمكن اللي أنا شخصيا في مؤسسة محبي مصر عامل لجنة خاصة، شعبة خاصة اسمها شعبة المخترعين والمبتكرين، ومسك الأستاذة فاطمة عبد العظيم ودي أحد قيادات المؤسسة ممسكها هذا الملف بالكامل. والولاد عندنا زي الفل وعبقرية، لو احنا عندنا امكانات نساعدهم لنطلعهم السمح نطلعهم، بس للأسف هناك مشكلات بتحصل كبيرة جدا لهم. وانا هضرب مثالين بس يعني دونا عن باقي الأمثلة. من حوالي 3 شهور كنت بحضر كده احتفالية، لقيت شابين ثانوي جايين لي بيكلموني بيقولوا لي احنا المفترض طلعنا الاول على مستوى الجمهورية في التصفيات، والمفترض نسافر تونس في مسابقة دولية للمخترعين والمبتكرين. المفترض ان وزارة التربية والتعليم ووزارة الشباب يدونا قيمة تذاكر السفر والانتقالات والتكاليف يعني. احنا جرينا ورا وزارة الشباب ووزارة التربية والتعليم قالوا لنا ندفع لكم بعد ما ترجعوا من السفر، واحنا ما عندناش فلوس علشان نسافر. الكلام ده كان مساء الجمعة وهم كانوا مسافرين يوم الحد، موعد سفرهم يوم الحد. فبيقولوا احنا جينا لك عارفينك مهتم بمساله المخترعين تشوف لنا حل. انا كلمت 2 من اصدقائي، التكلفه كلها كانت 27500 جنيه للاثنين، والحمد لله خلال 4 ساعات كنت وفرت لهم المبلغ وجم اخذوه تاني يوم وسافروا والحمد لله. في بنت صغيره من شبرا تانية ثانوي جات لي مع مامتها من حوالي 3 اسابيع قالت لي انا رحت لاحدى المؤسسات الخيريه، هي طبعا بنت متفوقه وهي دلوقتي لسه امبارح اول امبارح يوم الخميس فازت بجائزه في نيويورك، اول امبارح فازت بجائزه خاصه عن تميزها في نيويورك. جات كلمتني الاول بالتليفون وجات لي هي ومامتها وقالت لي احنا مش عارفين نسافر عشان في جزء كبير من المبلغ ناقص. رحنا لمؤسسه ومش عايز اقول اسم المؤسسه الخيريه لانها كبيره، مؤسسه كبيره، قفلوا الباب في وشنا. كنا بنكلمهم في التليفون يقفلوا التليفون ويقولوا لنا مالكوش حاجه عندنا وبتاع، احنا خلاص ما اعرفش حجزنا لكم تذاكر وكفايه وخلاص، وحجزوا لهم تذاكر ينزلوا في مكان يبعد عن مكان الاحتفال 4 ساعات ونص بالسياره. فالمهم البنت قالت لي انا كده مهدده مش هسافر ولا هشارك. الحمد لله قدرت اوفر لها المبلغ المطلوب، وللاسف كان المبلغ اللي ناقص كان مبلغ بسيط 8000 جنيه. وفرت لها المبلغ والحمد لله سافرت ونجحت وفازت، وامبارح جالنا الخبر واتنشرت الاخبار واحنا نشرناها عندنا وعملنا اخبار عنها في البرنامج وفي الموقع الالكتروني وفي الصحيفه عندنا. انا بقول عندنا مشاكل الولاد دول. انا يوم ما رحت جامعه النيل من حوالي 1.5 سنة احضر المبتكرات بتاعت الولاد دول على مستوى كل القاهره والجيزه، للاسف لم اجد وسيله اعلام غير شاشه صدى البلد اللي انا كنت واخدها معايا بس للاسف. قعدت 4 ساعات امر على الولاد واقف معاهم واحكي معاهم احنا عندنا كنوز غاليه بس مش عارفين قيمتها ولا عارفين نهتم بها. يا ريت يكون ضمن اهتماماتنا احنا كمجموعه كل في مجاله وكل في اختصاصه وكل في قدراته حدود قدراته نساعد هؤلاء البراعم والاطفال والشباب اللي لو اسرائيل وامريكا لعطتهم هتدفع ملايين عشان تاخدهم عندها. شأن الندوة اللي دعينا اليوم ليها والمعنية باستثار العلاقة بين التعليم والإعلام والقيم الأخلاقية، طبعا يعني هو عنوان الندوة على قدر من الاتساع عشان يضم أو يحتوي عدة جوانب، أخص منها دور الإعلام في الارتقاء بالتعليم، دور الإعلام في مواجهة الإشكاليات الأخلاقية، لأن احنا عندنا حتى في المجال القانوني
أن هناك تباعد بين القاعدة القانونية والقاعدة الأخلاقية، فليس كل ما يجرمه القانون ترفضه الأخلاق، وليس كل ما ترفضه الأخلاق يجرمه القانون. الندوة السادة المنظمين معالي محمود بي بكري وسيادة النائب مصطفى بكري ومعالي الوزير الدكتور أحمد بيوم رئيس جامعة السادات، من واقع المناقشات البسيطة اللي بتسبق المؤتمر أو الندوة والإعداد لها، الكل يرى أن التعليم هو نقطة الانطلاق من الواقع السيء للغدي المأمول، وأن هناك إشكاليات تعترض التعليم في مصر. يعني التقسيم التعليم ما بين تعليم ديني وتعليم حكومي وتعليم خاص وتعليم دولي، هذه التقسيمة تؤدي إلى إشكاليات العصور، التعصر بالانطلاق بالعملية التعليمية، وهل هناك ربط بين السياسات التي يرسمها صانع القرار السياسي في مصر والتعليم. أعتقد أن هذه الإشكاليات سيتم مناقشتها، وخاصة أن السياسات التعليمية ليست على مستوى طموح صانع القرار، وأن السياسات التعليمية تحتاج إعادة تقييم وتقويم للانطلاق بها حتى تكون على مستوى صنع القرار السياسي، وتمد سوق العمل بآليات تحقق وفرة في الإنتاج وتحقق تقدم للبلد، فتشكل على الجانب الآخر إرياحية لصنع القرار السياسي. الحمد لله، نحن في مجموعة العمل الوطني التي تتبع مؤسسة محبي مصر، وفي لقاء اليوم ندوة هامة جدا عن القيم والتعليم والأخلاق والإعلام أيضا. فالإعلام والتربية والتعليم هما مثلثات ضرورية جدا للحياة المصرية في مصر. نحن نحتاج إلى بناء الإنسان المصري في ظل الظروف التي تعيشها مصر حاليا. نحتاج إلى إنسان عصري يتمتع بمهارات عليا، هذه المهارات تتبني بالدرجة الأولى على ما يسمى بمنظومة الأخلاق، ومنظومة الأخلاق تقوم على منظومة القيم، وهذه القيم الموجودة في ثقافة الشعب المصري. كلنا نعلم تماما أن مصر لها تاريخ، وهذا التاريخ مبني على قيم، ووجود القيم هي التي أدى إلى استمرار مصر، وربنا حافظها إن شاء الله إلى أبد الأبدين. وبالتالي هذه الندوة بتبحث عن منظومة القيم داخل المجتمع المصري. هذه المنظومة لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال التعليم، فالتربية والتعليم هما الأساس الذي يضع هذه المنظومة القيم، ومن الذي يصدرها إلى المجتمع؟ الإعلام. ومن هنا كان لابد من تكامل الإعلام والتربية والتعليم ومنظومة القيم الأخلاقية في مصر. بتنظموا مجموعة العمل الوطني من خلال مؤسسة محبي مصر اللي بشرف أنا برئاستها. الدعوة، هذا أول لقاء يتم، الدعوة تضع إطار لقضية بالغة الأهمية بتشغل كل المصريين، وهي قضية التعليم والإعلام والقيم الأخلاقية. اخترنا هذا العنوان لكي يكون محددا تدور من حوله النقاشات. النهاردة عندنا الدكتور طارق شاوي وزير التربية والتعليم في إطار نقاش مفتوح مع عدد كبير من قيادات العمل الوطني الغير منتمين لا لأحزاب ولا تيارات سياسية. احنا مجموعة وطنية متطوعة لخدمة الوطن، هدفنا
مواجهة التطرف، تنقيط عقول الطلاب والتلاميذ مما يعلق بها من شوائب، مخاطبة الشباب على أرضية وطنية تضع بعين الاعتبار مصلحة الوطن العليا فوق كل اعتبار. ده جزء من الفعاليات اللي احنا بننطلق بها النهاردة من هذا المكان، ولكن هو لها استمرارية. لسه الآن متلقين دعوتين، دعوة من جامعة المنيا، دعوة من جامعة الزقازيق لكي نزورهما في لقاء سيتم بإذن الله مع وزير الشباب والرياضة عما قريب، في لقاء سيتم مع قداسة البابا تودروس الثاني. كلها سلسلة لقاءات بتتم في إطار أن هذه المجموعة تطرح رؤاها للمؤسسات المختلفة، سواء كانت مؤسسات أهلية، مؤسسات شعبية، مؤسسات رسمية، مؤسسات الدولة. وهدف في النهاية أن احنا نتكامل مع كل مؤسسات الدولة، لأن لنا رسالة ولنا خط ولنا رؤية واضحة تماما. الهدف منها أن احنا ننقل الرؤى الصحيحة لحل مشكلات مجتمعنا، الرؤى الصحيحة لمخاطبة شبابنا، لقضايا العالقة في المجتمع، ومن خلالها نستطيع التوصل إلى حلول كاملة لها بدعم وتوازن كامل في إطار من الحرص على الصالح العام. مهمة جدا، وخاصة بمحبي مصر أو بينا، يعني عشان نتبنى الفكرة، وعلشان أستاذ محمود كل اللي جاي بعد كده نقدر نستفيد بيه ونفيد البلد على أكبر قدر ممكن. نمرة واحد، بعد إذن حضرتك، إنه أي بعد كده مؤتمر أو ندوة مثلا نعملها ويبقى فيها مدعو أحد السادة الوزراء، يبقى جاي هو فاضي، ما وروش اي التزامات ولا اي ارتباطات من اي نوع، وجاي مخصوص علشان هذه الندوه وهذا اللقاء، وعلشان يسمع ونقول له، واحنا معاه في المركز مش ضده، حتى لما بننتقد او كده احنا بنقول توصيات والاشياء هيطلع بيها بحاجات كتيره يقدر ينفذها على ارض الواقع، وحتى نبقى مجهزينها له مكتوبه فنقدر نستفيد. لكن ان هو يمشي واحنا نكلم بعض دي مساله، لان الكلام اللي قاله فعلا ترد بعد ما مشي اكتر من مداخلة اتقالت شديدة الاهمية على اللي بيقوله، وممكن جدا توجهه لطريق، لانه للأسف الشديد، وانا مش عايز يعني احبطكم، لان انا بالعكس انا بحب التفاؤل دايما، لكن هو كلام معالي الوزير هايل وعبقري وجميل، لكنه نظري اكتر منه عملي للأسف الشديد. انا بعلن ده، وزي ما تقال يعني الدكتور نور ندى مثلا قال له ربط الكلام ده بالاستراتيجية العامة للدولة والوزارات الأخرى. أنا هجيب تابلت مثلا وهطبقه من العام الدراسي اللي جاي، عندي 2.5 مليون ولا أكتر طالب وطالبة أجهزة التابلت دي، منين؟ طيب عطلت، باظت، اتكسرت، اتسرقت، البديل ايه موجود، واعدادها بكمياتها بالكلام ده كله. طيب انا عامل مناهج جديده وعامل طرق تدريس جديده و الى اخره. طب زي ما تقال الدكتور مري، هل المدرسين والمدرسات ومديرين المدارس والوكلاء على مستوى الجمهوريه مؤهلين فعلا للتعامل مع هذا السيستم الجديد مع بدايه العام الدراسي الجديد ولا لا؟ ده سؤال في منتهى الاهميه والخطوره. نمره 3، ما كلمنيش على المتسربين من التعليم وعددهم اكتر من 1 مليون أو 1.2 مليون على مستوى محافظات مصر كلها، لان في مناطق نائيه في مصر، كفور وقرى ونجوع، اقرب مدرسه لي على 4-5 كيلو الواد او البنت يفضل يمشي، فاهليهم لا خليكم قاعدين. We'll be right back.
بقصد التجمع وتجمع وطني، بقصد تعظيم الاستفادة من القامات المصرية كلهم في مجاله فيما يخص التنوير والتثقيف بالقضايا القومية التي يمر بها الوطن، وبخاصة قضية التعليم وإصلاح منظومة التعليم، وأيضا نشر الثقافة القانونية والتوعية على وسائل فيما يخص على مستوى وسائل الإعلام على مستوى الجامعات المصرية، للنهوض كل في مجاله بدوره في التثقيف والتبصير بقضايا الوطن في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها الوطن من تحديات، سواء تحديات داخلية أو تحديات خارجية يمر بها الإقليم. عندنا التحدي الأمن المائي، الإرهاب، التغيرات والأحداث الإقليمية على مستوى الإقليم، كل ذلك يوجب على جميع القامات الوطنية وكل في مجاله وأيضا مؤسسات الدولة النهوض بدورها ورسالتها في توعية الشباب تحديدا ونشر التوعية والتبصير الموضوعي المخلص للوطن بما يقوي الظهير الشعبي وينيره ويثقفه ويوعيه لخطورة المؤامرات والتحديات التي تواجه الوطن حتى يكون في ظهير الدولة المصرية في هذا الوقت الدقيق. والله أنا وجهت لي الدعوة لحضور هذا الملتقى الوطني. أعتقد القائمين على هذه الندوة لديهم استراتيجية في إطار وطني، في إطار موضوعي، كل يقدم رؤاه القانونية والتربوية للنهوض بمستوى التعليم، وأيضا سواء التعليم على مستوى التعليم العادي أو مستوى التعليم الجامعي، لإحداث نقول نهضة تعليمية تثقيفية في إطار بما يصب ويخدم التنمية على مستوى الدولة المصرية، وبما يخرج ويخرج أيضا أجيال واعية متبصرة بقضايا الوطن وتملك المهارات الفنية في عملها بما يساعد في ما تحياه الدولة المصرية حاليا من نهوض وحركة استثمار واعدة للدولة المصرية، ويخرج للسوق العمل أيضا الكفاءات المدربة على أحدث الآليات وأحدث الوسائل التي تنهض بحركة الصناعة والتنمية على مستوى الدولة المصرية. نتمنى طبعا الندوة النهاردة بالنخبة الموجودة يكون لها تأثير إيجابي على النهضة بالتعليم، ويكون لها تأثير إيجابي أيضا على النهضة اللي هي أهم حاجة بالإعلام العربي المصري عموما، لأن الإعلام للأسف إحنا في حالة فجوة قليلة بالنسبة للإعلام. لو ارتبط أو ربطنا التعليم بالإعلام أكيد هنحصل على نتيجة إيجابية جدا، لأن الإعلام بيكون مرآة لكل ما هو موجود في مصر، مرآة للنهضة بكل ما هو موجود في مصر، ومرآة بالنهضة بالثقافة، مرآة بالنهضة بالتعليم، مرآة بالنهضة بكل شيء. وبما أن التعليم جزء من المجتمع المصري والعربي عموما، فأكيد الإعلام له دور كبير جدا في النهوض بالتعليم، لأنه بيسلط الضوء على السلبيات والإيجابيات، بيسلط الضوء على كل ما هو جديد أو كل ما تم اختراعه جديد في عالم التعليم سواء في الخارج أو في الداخل. المفروض أن التعليم بيكون بهذا، الإعلام بيكون بهذا الدور، إنه المفروض أنه هو بيكون بشرح أي سلبيات وأي إيجابيات بالنسبة لأي حاجة نريد أن نطورها في التعليم. يعني أي حاجة، حتى المحترم وزير التعليم لما قال على التجديد اللي هيبقى في الثانوية العامة، المفروض أن الإعلام له دور في هذا الموضوع، يعني ما يسيبش الموضوع للناس على المواقع التواصل الاجتماعي. أنت عارف المجتمع، نقول نصف متعلم نصف جاهل يعني،
فالمفروض ان الاعلام له دور كبير في اي قرار اي مسؤول بياخده، المفروض بيسلط الضوء على سلبياته وايجابياته، بيشرح للناس ايه اللي ممكن يتم بعدين من ايجابيات في هذا العمل، ما يسيبش الامر سداح مداح على مواقع التواصل الاجتماعي. الناس انت عارف زي ما بنقول بالبلدي كده بتاكل في بعض على مواقع التواصل، يعني لان الاعلام دوره مش تمام او مش مظبوط او مش واخد الدور الاساسي في النهوض بكل شيء ومنه طبعا في كل شيء موجود في مصر، ومنها اصلا يعني اللي هو اهم حاجه النهوض بالتعليم، لان يعني كلنا عارفين ان التعليم لو تم النهضه بالتعليم والثقافه والفن هم دول اساس اي دراع نهضه باي امه، فلو تم النهضه بالتعليم على شكل على وجه صحيح فاكيد هيكون هنحصل على مجتمع جيد متماسك في النهايه، مجتمع منتج. وبالتالي عايز اقول لك ان الاعلام برضو هلف وبعيد عن التعليم اقول لك انه كله على دور على الاعلام، لان الاعلام هو المفروض بيسلط الضوء على كل ما هو موجود في المجتمع.